يهدد أردوغان منذ أواخر مايو أيار الماضي بإطلاق عدوان عسكري مفاجئ يستهدف مناطق حررتها قوات سوريا الديمقراطية من براثيم تنظيم داعش الإرهابي في منبجوة الرفعت في شمال سوريا، إلا أن العملية لم تنطلق حتى الآن بسبب تحذيرات من الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا اللتين أعربتا عن معارضتهما لها، وأكدتا أنها ستعرض أمن المنطقة للخطر فضلا عن عرقلة جهود القضاء على خلايا تنظيم داعش الإرهابي. في علم الجريمة يدرس سلوك الإنسان ونواياه والأدوات التي تستخدم في تنفيذ الجريمة، وهناك مفهوم سبق الإصرار والترصد الذي يختصر هذه الحالة، أي بمعنى أن مفهوم سبق الإصرار هو ظرف يتطلب عنصرا نفسيا، وأثر سبق الإصرار في العقوبة هو ظرف ذو طبيعة شخصية لا يمتد إلى الشركاء، ومفهوم سبق الترصد هو ظرف يتطلب عنصر مكاني، وأثر سبق الترصد في العقوبة هو ظرف ذو طبيعة موضوعية ويمتد إلى الشركاء. والترصد أن تترصد بالمجني عليه حتى تتم الجريمة، جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد. هذا الأمر ينطبق بالضبط على الدور التركي في الملف السوري، وعلى وجه الخصوص الشمال السوري العالق بين مخطط التتريك والتجويع والاحتلال. مع سبق الإصرار والترصد يعلن وزير دفاع النظام التركي خلوصي أكار أن بلاده ستنفذ العملية العسكرية الواسعة في شمال سوريا وأنها لن تتخلى عن مخططها أو تؤجله، في تصريح يوحي بقرب تنفيذ هذا العدوان المثير للجدل والذي سبق أن اعترضت عليه الولايات المتحدة وروسيا. ويهدد أردوغان منذ أواخر مايو أيار الماضي بإطلاق عملية عسكرية مفاجئة تستهدف مناطق حررتها قوات سوريا الديمقراطية من براثن تنظيم داعش الإرهابي في منبج وتلرفعت في شمال سوريا، إلا أن العملية لم تنطلق حتى الآن بسبب تحذيرات من الولايات المتحدة وروسيا اللتين أعربتا عن معارضتهما لها، وأكدتا أنها ستعرض أمن المنطقة للخطر فضلا عن عرقلة جهود القضاء على خلايا تنظيم داعش الإرهابي. موقف كل من الولايات المتحدة وروسيا وفق محللين هو من سيحدد التحرك التركي الذي يبدو كمن صعد على الشجرة ولا يعلم طريقة للنزول، وعلى وجه الخصوص بعدما جرى ضرب التفاهم التركي الروسي في ملف الأزمة الأوكرانية. تدرك موسكو أنه لا شك أن أنقرة قد حصلت على مكتسبات تسد الفراغ الاستراتيجي في العلاقات التركية الروسية، ويرى بعض المحللين أنه من مصلحة روسيا حماية ما تبقى من فرص العلاقة مع الغرب، لذلك لا بد لها من الحفاظ على العلاقة مع تركيا من أجل الاتفاقيات والمشاريع التجارية والسياحية المشتركة والخطط الاستراتيجية المشتركة والملف السوري وتوازنات البحر الأسود وخطوط الطاقة والتعاون التركي الروسي لنقل الحبوب الأوكرانية إلى السوق العالمية. لكن يبدو أن الرئيس الأمريكي جو بايدن وجه ضربة إلى بوتين الذي كان يعول على تأخير تركيا موافقتها على عضوية كل من فنلندا والسويد في الناتو. العلاقات تتأزم اليوم، فموقف موسكو الصامتة تجاه الموضوع يعمق أزمة الثقة مع تركيا التي ستتحمل مسؤولية ضرب الوساطة التي كانت هي نفسها تسعى إليها، لا سيما بعد تصريح الولايات المتحدة أنها لا ترى في الوقت الراهن إمكانية لعقد اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا. رد فعل روسيا المنتظر هل سيكون السماح بعملية عسكرية في الشمال السوري؟ فتبدو ضعيفة تجاه قرارات تركيا المدعومة أمريكيا. لن تستطيع التغاضي عن عملية كهذه، فرهانها على الموقف التركي المتوازن سقط، وبدأت روسيا تحاول بشكل جدي تقريب وجهات النظر بين دمشق والإدارة الذاتية في ظل الحديث عن نشر قوات في تل رفعت ومنبج، ما يفوت على تركيا استثمار المدينة لمشروعها بقضم الأراضي السورية تحت مسميات وحجج واهية. لكن لا بد أن نتساءل، ماذا لو أصرت تركيا على العملية من دون موافقة روسيا؟ هل سيعني هذا أننا سنكون أمام نجاح واشنطن في دق إسفين في العلاقة الروسية التركية؟ وبطبيعة الحال ما هو مصير الشمال السوري في حسابات كل المتدخلين في الملف السوري؟
تحية عطرة مشاهدينا الكرام أينما كنتم وكل عام وأنتم بخير. أرحب بضيوفي حلقة الليلة، معي من القاهرة أستاذ أحمد شيخ وكاتب وباحث سياسي، ومن بيزا الإيطالية دكتور عدي رمضان باحث ومحلل سياسي، ومن لندن أستاذ حمد شهاب الطلاع محلل سياسي. ضيوفي الكرام أهلا ومرحبا بكم جميعا في حلقة الليلة. إذن أستاذ أحمد شيخ، وأبدأ سؤال حلقة الليلة من لدنك، مع الإصرار والترصد كما يقال، خلوصي أكار يؤكد مجددا بأنه لا تأجيل ولا إلغاء للعملية العدوانية التركية المرتقبة على شمال سوريا، تفضل المنبر لك. طبعا في بداية تحية لحضرتك وكل عام وأنت والمشاهدين والأخوة الضيوف بألف خير. كل سنة وأنت سالم. طبعا ما يصر عليه السلطة التركية من تهديدات المستمرة لشمال سوريا، طبعا التغيرات الجيوسياسية والاستراتيجية في المنطقة، وخاصة طبعا الأزمة الأوكرانية، ويعني حدة الصراع أو الاختلاف بين روسيا والمنظومة الغربية طبعا بقيادة ناتو وأمريكا وبريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي، طبعا الموضوع الأوكراني بالإضافة إلى يعني سعي الولايات المتحدة الأمريكية مع إسرائيل ومع الدول العربية المحورية لتشكيل تحالفات شرق أوسطية، طبعا المنطقة يعني تذهب إلى مزيد من الاصطفافات، والقوى الإقليمية والعالمية يعني مشاريعها واستراتيجياتها في نوع من الترتيب وإعادة طبعا تبلور أولويات جديدة أو مشاهد سياسية مختلفة. طبعا في هذه اللوحة العالمية والإقليمية لو نظرنا إلى الدور التركي السلبي طبعا منذ بداية الأزمة السورية ومحاولات تركيا المتكررة لتوسيع مناطق احتلالها، لا شك يعني كما ذكر التقرير حتى الآن يعني تركيا لم تهاجم في يعني حسب ما صرح به أردوغان، وكثير من طبعا القيادات التركية بأنهم سوف يعني يقومون بعملية أخرى بالإضافة إلى العمليات الأربعة التي أجروها طبعا والتي هي في مجملها تجاوز للسيادة السورية، ويعني عمليات تطهير عرقي وتغيير ديموغرافي للبنية السكانية السورية، ويعني محاولات تمهيد لضم هذه المناطق إلى تركيا. طبعا في الوقت الراهن كانت أو يعني حتى الآن ما زالت تركيا يعني تلعب في المنطقة الرمادية المسموح لها طبعا بين تركيا بين روسيا والمنظومة الغربية، لكن الأزمة الأوكرانية يعني قلصت هذه المنطقة الرمادية التي كانت تركيا تلعب بها بين روسيا وأمريكا، ورأينا يعني يعني الحالة الأخيرة في مجلس الأمن أو الفيتو المزدوج أو فيتو المتناقض بين طرفين يعني روسيا وأمريكا على مشروع إمداد السماح بإمداد المساعدات عبر معبر تل هوى، وأيضا يعني الحوارات التي ممكن أن تكون روسيا وافقت عليها بين الإدارة الذاتية والحكومة في دمشق، بالإضافة يعني إلى التدخل الإيراني وظهور العامل الإيراني وزيادة وزير الخارجية الإيرانية إلى تركيا وإلى سوريا. طبعا المنطقة ويعني أحد النقاط الرئيسية أو الرخوة فيها طبعا منطقة شمال شرق سوريا، كون هذه المنطقة يعني تضم العديد من الفاعلين الإقليميين والدوليين، وبالتالي يعني أي ترتيب أو يعني تجاوز للحدود المفروضة. أستاذ أحمد، هذه المعادلة في شمال شرق سوريا وهذا التعقيد كما قلت حضرتك وتواجد العديد من القوات، هل هذا الأمر يزيد من فرص القيام بعدوان تركي على هذه المنطقة، أم على العكس تماما ستكون هناك مناورات مساعي وساطات لإلغاء الفكرة، أم ماذا؟ طبعا يعني تواجد العديد من القوى الإقليمية والدولية في هذه المنطقة لا شك يعني تخلق عناصر عديدة وتفاعلات مختلفة بين هذه الأطراف، وبقناعتي يعني أن الإدارة الذاتية أو دبلوماسية الإدارة الذاتية يعني استطاعت بعد تجربة عفرين وتجربة رأس العين والطل الأبيض أن تكون يعني بمستوى المسؤولية، وأن يعني تبادر إلى
قيام بالعديد من الجولات الدبلوماسية التي يعني حتى الآن بقناعتي استطاعت أن تحد أو أن يعني تحجم الغزو التركي بالتواصل مع الأطراف العديدة وب يعني قيام بدبلوماسية بناءة. لكن يجب أن نعلم أن يعني روسيا وأمريكا كلاهما كلا الطرفين يعني يحاولان استرضاء تركيا وجلبها إلى طرفها، وبالتالي يعني لا استبعد أن يكون هناك غزو ولو يعني محدود أو بأشكال مختلفة. طيب أستاذ أحمد، سنعطي هذه النقطة حقها أكثر، ولكن حتى لا أطيل على باقي الضيوف اسمح لي أن أذهب للأستاذ حمد. أستاذ حمد، بداية هذا التأكيد مرارا وتكرارا على القيام بعدوان جديد يحمل رقم 5 على الأراضي السورية، كيف تقرأ حضرتك كل المتغيرات بدءا من أوكرانيا مرورا ووصولا إلى الأراضي السورية ووجود كل هذه القوى المتدخلة والفاعلة في الملف السوري؟ أستاذ حمد تفضل. السلام عليكم، كل عام وأنتم بخير أستاذ وعد، ويعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد العيد القادم، هذا العيد في الأعوام القادمة على الشعب السوري بمجمل وحقيقة بالخير والأمن والاستقرار. فيما يخص يعني هذا الموضوع تحديدا، لنكن منطقيين أن ما حدث في سوريا هذا الزلزال الكبير منذ قبل أكثر من 10 سنوات يعني قطع عدة مراحل. كانت المرحلة الأولى هي عملية الصراع بين الشعب السوري والنظام، ثم تبعتها عملية الصراع ما بين يعني المحاور التي شكلها نظام الأسد ومحاور شكلتها دول إقليمية على أنقاض الثورة السورية التي أجمع العالم كله على وأدها، وذلك لاستحقاقات يصعب شرحها الآن في هذه الحلقة. والمرحلة الثالثة والتي نعيشها جميعا الآن هي مرحلة الصراع الدولي، بعد أن تم عملية أيضا كبح جماح كل الأطراف العسكرية المتقاتلة، وأقصد هنا الأطراف السورية على الأرض السورية، وبالتالي تحولت هذه الأطراف بما فيها نظام الأسد الذي أصبح يشبه الميليشيات الأخرى، تحولت هذه الأطراف إلى قطاعات عسكرية عاملة تحت أمرة الدول المتنفذة في الملف السوري والمتصارعة على النفوذ على الأرض السورية. ما يجري اليوم هو ضمن هذا السياق. لنكن منطقيين، بعد أن يعني تمت الهيمنة الإيرانية على سوريا وبالتالي أصبحت سوريا جزء من المشروع الإيراني، وتمت الهيمنة الروسية أيضا على المرافق الحيوية في سوريا وتحديدا الساحل السوري، وهناك التواجد الأمريكي في شمال شرق سوريا تم الهيمنة على الثروة السورية، وبالتالي أيضا الطرف التركي أصبح جزء من هذا الصراع، فأصبحت هذه الدول تتصارع على مصالحها. اليوم ما يجري حقيقة، لنكون منطقيين، بغض النظر عن كل ما قدمته تركيا للشعب السوري المنكوب على يد النظام وأعوانه، إلا أن هناك استحقاقات قومية تركية تحقق تحت هذا الجناح الذي هو يعني يعتبر مشروع الدفاع عن الشعب السوري المنكوب. يعني يبدو أننا لنكون صريحين مع الجميع. يا أستاذ حمد، نكون صريحين، أنا لا أستطيع السوري. نعم، نكون صريحين، يعني كيف يتم تبرير ووضع مصطلح الاستحقاق التركي والقومي وحماية السوريين بعد هذه السنوات العجاف، بعد وضوح كل النوايا التركية ومخططاتها واحتلال ومقايضات مع روسيا؟ وهل مجرة يعني أنا هذا الأمر وهذه النقاط يجب أن نكون موضوعيين في طرحها. أستاذ وعد، أنا بإمكاني أن أضع الموقف التركي ضمن مسارين. مسار بدأ مع الثورة السورية وهو متعاطف مع الشعب السوري الذي يعني تعرض لهجمة شرسة من قبل نظام الأسد ومحاوره، ومسار آخر الذي يتعلق بالسياسة التركية والأمن القومي التركي. هذا التقدم المنوي القيام به عسكريا قريبا من قبل الجانب التركي، حتى نكون أكثر صراحة،
هو ربما لا يلبي حالة الأمن والاستقرار للشعب السوري الذي تم تشريده بقدر ما هو يلبي مشروعا تركيا أيضا يتعلق بأمنها القومي ويتعلق بمشروع قديم اللي هو مشروع الميثاق الملي الذي تم وضعه من قبل الزعامات التركية عقب خسارة الدولة العثمانية للحرب العالمية الأولى. وبالتالي تركيا التي لا زالت تؤمن بهذا الميثاق وأن هناك أراضي في سوريا وفي العراق وفي بلغاريا وفي اليونان وفي أرمينيا وحتى بعض الدول السوفيتية الأخرى هي ضمن مشروع الميثاق الملي وتعتبر أراضي تركية يجب استعادتها، يعني ربما لن نكون بعيدين عن هذا التوجه التركي صراحة. طيب أستاذ دكتور عدي، لازم أخذ منك تعقيب على ما تفضل به على أقل تقدير الأستاذ حمد، تفضل. أسعد الله مساءك أستاذي الكريم وأضحى مبارك لك ولضيفيك ولكافة الشعب السوري. يعني يا سيدي الكريم، أنت أجبته للأخ من حينما يعني يريد أن من طرف يقول لنا بأن تركيا هي صديقة للشعب السوري ومن طرف آخر يريد يقول لنا بأن تركيا تريد أن تعيد أطماعها التي انهارت وإلى الأبد إبان انهيار الإمبراطورية العثمانية. ما زال الأخ يتكلم بلغة تعود إلى عام 2011، ما زال الأسد يضرب بالكيماوي الغوطة، وما زال الأسد يضرب بالكيماوي خان شيخون، وما زالت تركيا هي التي تريد أن تساعد الشعب السوري، وبالتأكيد على ذلك أقامت الخيم عام 2011 قبل شهرين من قيام ما سمي بالثورة السورية. هذا التعقيب للأخ يعني من دون الدخول بأمور أو بأمور شخصية، ولكن بالتحليل السياسي، إما أن نقول بأن تركيا لها مصالح وأطماع في المنطقة وأيضا في أرمينيا وفي العراق وفي إيران وفي الاتحاد ما ورثته روسيا على الاتحاد السوفيتي سابقا وأيضا في اليونان، وإما أن نقول ببساطة بأن يعني تركيا كانت صديقة لسوريا، وهذه الصداقة يعني أتت بكل ومولت جبهة النصرة وكل الأحزاب التي تتخذ من أو المجموعات الإرهابية التي تتخذ من الإسلام زورا وبهتانا عباءة لها لتغطية المشاريع التركية. لا حاجة للتعقيب أكثر من ذلك، الوقائع على الأرض تشير. طيب على ذكر الوقائع دكتور عدي، نعم يعني أعطينا هذا الموضوع وهي النقطة حقها ووقتها، دعني أطرح على مسامعك فكرة هذا العدوان الجديد. هل باتت تركيا الآن محتاجة بشكل كبير إلى الموافقة الروسية أم للموافقة الأمريكية برأيك؟ وبين السطور وثنايا الموضوع، من يدفع بتركيا إلى القيام بهذا العدوان برأيك؟ سيدي الكريم، يعني تركيا أخذت الضوء الأخضر من القوى الغربية، ذلك جراء مقايضتها لدخول السويد وفنلندا في حلف الناتو. ولا يخفى على أحد ما هي السياسة التركية في حقبة أردوغان. هي سياسة بالدبلوماسية تسمى براغماتيكية، وباللغة العامية تسمى انتهازية بحتة. أردوغان كان يتذبذب بين موقعين، يعني ينتظر كيف أين سترجح بيضة القبان من طرف الطرف الروسي أو من الطرف الأمريكي، وهو يعني يلعب في الماء العكر. تارة في بداية الأزمة الأوكرانية نصب نفسه وسيطا بين الطرف الروسي والطرف الأوكراني، وفي نفس الوقت كان يبيع وما زال يبيع الطائرات المسيرة للطرف الأوكراني، والتي يعني الطرف الروسي يدرك ذلك. مهادنة روسيا سيد الكريم للنظام الأردوغاني هي نابعة من البراغماتية البحتة. عسى ولعل كانت تظن، وعلى الأرجح اليوم اقتنعت بأن ظنها كان خاطئا، بأنها يمكن أن تخرج تركيا من 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 الموقع الغربي، على الأقل تحيده أو تضعه جانبا في معركتها مع الغرب. ربما نسي الروس
الروس آنذاك بأن تركيا هي الدولة على الأقل في أوروبا التي تملك في حلف الناتو الجيش الثاني والجيش الكرار، وأنها هي دولة أساسا يعني بان انهيار أو بناء أو بعد الحرب العالمية الثانية كانت يعني عبارة عن ساتلايت أو عبارة عن 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 موقع متقدم لحلف الناتو إبان الحرب الباردة، وما زالت صفتها قائمة يعني حتى هذه اللحظة في مواجهة كانت سابقا الاتحاد السوفيتي، ولكن اليوم في مواجهة الأقطاب التي تريد أن تعود إلى الساحة العالمية كروسيا والصين وإلى آخره. الكل يدرك بأنه حينما قامت تركيا عام 2015 بالدخول مباشرة مع الفيدرالية الروسية في الحرب من سوريا، وحين أسقطت الطائرتان الروسيتان فوق سماء اللاذقية، كان التحذير يعني شديد اللهجة من الرئيس بوتين آنذاك لرجب طيب أردوغان، وبعده لم نرى يعني من رجب طيب أردوغان أي انتهاك. تبدل الموقف وقتها وأصبحت هناك مقايضات، وتم يعني تسليم مناطق كثيرة وكبيرة في سوريا إلى الحكومة السورية. أستاذ أحمد شيخو، مسألة الآن بشكل أو بآخر يعني الأمر مرتبط ببعضه البعض، مسألة ما حدث أوكرانيا وانضمام فنلندا والسويد، هل هي بمثابة دق سفين من قبل الناتو والرئيس الأمريكي جو بايدن بين العلاقات الروسية التركية؟ وهذا الأمر انعكس بطبيعة الحال ببوابة زعزعة الثقة بين الطرفين في المعادلة السورية، أم ماذا أستاذ أحمد؟ طبعا يعني تركيا منذ عام 1952 هي موجودة ضمن حلف الناتو، ويعني بالأساس الدولة التركية يعني تشكلت بعد الإمبراطورية العثمانية لتكون يعني تقوم بوظائف عديدة، منها يعني الحد من النفوذ الروسي أو السوفيتي سابقا والعديد من الأهداف الأخرى. طبعا روسيا تعرف أن يعني تركيا لا يمكن أن تكون خارج حلف الناتو، وطبعا الاقتصاد التركي والجيش التركي ويعني العديد من مفاصل الدولة التركية هي يعني في ترابط وثيق وعضوي مع حلف الناتو والمنظومة الغربية. يعني صحيح أن روسيا يعني استفادت من وجود أردوغان والسلطة الحالية طبعا خصوصا في الأزمة السورية، ويعني المقايضات التي حصلت ومسار أسيتانا مسار الصفقات، ويعني ما جرى في سوريا كان روسيا تستغل تركيا، وطبعا كانت تركيا أيضا تحاول استغلال روسيا في بعض الأهداف التي تسعى إليها. طبعا ما حصل في مدريد وفي اجتماع الناتو لا شك يعني كان موافقة على الممارسات التركية، ويعني كانت حالة يعني غير قانونية وغير أخلاقية من المنظومة الغربية، وهذا يعني عادتها أن توافق على مصالحها وتستعمل تركيا والدولة التركية كيفما تشاء. وطبعا لا شك أن هذه المقاربة التركية التي ظهرت ويعني التلاصق التركي مع حلف الناتو بموافقتها على السويد وفنلندا لا شك أنها يعني أعطت فتورا في العلاقة الروسية التركية، لكن كلا الطرفين روسيا وتركيا يحاولان يعني الحفاظ على خطوط التواصل بينهما. وطبعا قبل ساعة أيضا أردوغان كان في اتصال مع بوتين وكان يحاول يعني أن يكون الطرفين في تواصل، ويعني تركيا تعلم يعني لو تم يعني تصاعد الحرب الروسية الغربية في أوكرانيا أو لو اقتربت روسيا من يعني أوديسا سوف يكون العلاقة التركية الروسية في احتكاك كبير، وحتى يعني المنظومة الغربية تضغط. طيب في الملف السوري أستاذ أحمد، في الملف السوري ما هو المتوقع، ما هو المتوقع في ظل هذا التأكيد اليوم من قبل خلوصي أكار بأن العملية والعدوان ستقام أو ستكون في الوقت المناسب على مدى وصفه يعني وعلى حد وصفه كما يقال؟ طبعا يعني يجب أن نعلم أن تركيا لم تتوقف لحظة عن قصف شمال سوريا بالطائرات وبالمدفعية. يعني إن كنا نبحث عن عملية سوف تقوم بها تركيا يجب أن نعرف أن الواقع الموجود هو واقع حرب، ولم تتوقف تركيا يوما عن استهداف مناطق شمال شرق سوريا، عن استخدام الطائرات المسيرة، عن دعم خلايا داعش، وعن يعني دعم كافة عوامل اللا استقرار في شمال شرق سوريا. وتركيا يعني تحاول أن تمد مناطق احتلالها إلى مناطق أخرى. طبعا العلاقة الروسية التركية وحتى يعني الفاعل الإيراني كما ذكرت أيضا ليس من السهولة أن تقوم تركيا بتجاوز كل هذه يعني العوامل والقوى، وبالتالي هي تسعى وتحاول جاهدة الاستفادة من الظروف الأقليمية والدولية
لكن يعني بقناعتي بعد الأحداث الروسية بعد أحداث الأوكرانية ويعني موضوع الفيتو الروسي على إدخال المساعدات ويعني التطورات الأخرى الكثيرة يؤكد أن يعني العلاقة الروسية التركية ليست كما كانت قبل الأشهر أو السنين السابقة. ويعني تجاوز تركي أو احتلال تركي آخر بالنهاية هو يعني تمديد أو يعني إعطاء الناتو مساحة أكبر ضمن سوريا على حساب روسيا. وفي هذا طبعا حتى الآن روسيا لم توافق على ذلك. طبعا الكثير من التحليلات تظهر ومن المواقف تظهر، لكن إن كانت تركيا لم تستطع حتى الآن أو قيام بعمليات عسكرية هذا دليل أن ليس هناك موافقة، بالإضافة إلى هناك يعني ترتيبات أخرى أو يعني تحديات كثيرة أخرى أيضا للجيش التركي في حال قام بالهجمات. نتحدث عن هذه التحديات أستاذ أحمد، لا تنسى هاي النقطة كتير مهمة، ولكن لتحقيق العدالة الزمنية كما يقال. أستاذ حمد، برأيكم هل سيتمكن أردوغان من إقناع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بنواياه، أم سيكون هناك رد حاسم هذه المرة من روسيا في ظل هذه الأجواء أو المتغيرات الدولية بشكل عام؟ أستاذ حمد، يعني أستاذ وعد، يعني القضية ليست قضية أنه هل سيستطيع يعني أردوغان إقناع الروسي بنوايا، ليست كذلك. فالنوايا بين جميع الأطراف المتدخلة في الشأن السوري وفي ملفات أخرى هي معروفة لدى الجميع، لديهم جميعا، كلهم لديهم مصالح ويعلمون نوايا بعضهم البعض. لكن السؤال هنا، هل سيستطيع الرئيس الروسي في ظل التورط الكبير في أوكرانيا أن يتعامل بشكل إيجابي لصالح المصالح الروسية مع تركيا على الأرض السورية؟ أعتقد أنه لن يستطيع. فالصراع الروسي الغربي أصبح كبيرا ومكشوفا، بل ومصيريا يتعلق بإمدادات الطاقة التي تعتبر هي عصب الحياة لأوروبا الغربية حقيقة. بالتالي سيحظى الرئيس التركي بدعما أوروبيا وأمريكيا مطلقا لمواجهة روسيا على الأرض السورية، لأن سوريا تشكل عقدة مهمة أخرى في عملية إمدادات الطاقة. ربما كانت عملية إمدادات الطاقة جزءا هاما من كل الصراع الذي يجري في سوريا، يعني في عملية تنافس كبير ما بين الغاز القطري والغاز الروسي والغاز الإيراني في عملية العبور إلى العالم الآخر. فلذلك يعني الموقف التركي في المستقبل، في الوقت الحاضر والمستقبل القريب، سيحظى بدعما غربيا وأمريكيا لمحاصرة روسيا في سوريا. وأعتقد أن روسيا لن تستطيع المواجهة في ظل يعني تورطها المميت والقاتل في الأرض الأوكرانية. دكتور عدي، يعني هذا الأمر أيضا لابد أن نتوقف عنده قليلا. برأيكم الموقف الروسي وقدرة أردوغان على إقناعه في ظل كل المتغيرات التي سلط الضوء عليها الأستاذ حمد شهاب، تفضل. أتفق مع الأستاذ حمد في الشق الأول من جوابه بأن ليس السوء، يعني ليست المسألة إقناع أردوغان أو بوتين والعكس، المسألة لا أتفق معه في الشق الثاني. أنا لا أعتقد بأن الرئيس الروسي تورط في أوكرانيا وأن اقتصاده انهار، وأنه وحتى هذه اللحظة لم يستخدم هذا الرجل من ترسانته العسكرية شيئا جديدا إلا ما قل وندر بنسبة 0.1%. ما استخدمه حتى هذه اللحظة في المعركة على أوكرانيا وتورط في أوكرانيا كما يقول الأخ حمد بأنه حرر الدونباس وهو يتقدم يوما بعد يوم في أوكرانيا، والطرف المقابل الذي يعني ينتصر وانتصر وأصبح على أبواب موسكا. اليوم أوروبا يا سيدي الكريم مجتمعة هي في أزمة طاقة ليس لها حدود، يعني ليس بدأت ولا يستطيع أحد أن يدرك بأين تنتهي
هذه الأمور. يعني اليوم مجرد بأنه تناغلت وكالات الأنباء بأن الخط الغاز الممتد من روسيا إلى ألمانيا سيقف وسيتوقف عن العمل لمدة 10 أيام من أجل الصيانة، أصبحت ألمانيا اليوم في حالة طوارئ. كذلك نحن في إيطاليا في حالة طوارئ. يعني والدليل الأكبر يا سيدي الكريم اقتصاديا، فرضوا العقوبات على الفيدرالية الروسية منذ زمن وأججوها في الآونة الأخيرة، وكانت النتيجة يوم 24 فبراير قبل يوم من بدء العملية الروسية في أوكرانيا، كان اليورو يعني يتداول في السوق العالمية بقيمة 165 روبل روسي. اليوم وبعد الحصار أو بعد يعني العقوبات المفروضة على روسيا، أصبح اليورو اليوم يعني قيمته في الروبل، قيمة الروبل الروسي يعني هي 50 روبلا روسيا. إذن ما تغير؟ يعني أسواق الطاقة استبدلت روسيا يعني بشربة ماء سوقها، سوق إنتاج بترولها وغازها ما بين الصين والهند، وحتى يعني اليوم نسمع طيب انعكاس كل هذا الأمر على الملف السوري دكتور عدي، يعني بشكل أو بآخر. بشكل أو بآخر الملف السوري يا سيدي، ألم تأتي الفيدرالية الروسية منة من أخلاقها إلى سوريا؟ أتت روسيا الاتحادية إلى سوريا لأنها تدرك تماما بأنه لو انهارت الحكومة السورية وأصبحت سوريا في أرض أو في المعسكر الآخر، لم تد خط النفط أو الغاز الممتد من قطر الذي يمر عبر فلسطين المحتلة من فلسطين عبر تركيا، ولانتهت روسيا خلال ثواني اقتصاديا. طيب يعني بفهم من كلامك هلا حيكون في غط طرف روسي لأي تحرك تركي، أم على العكس تماما حيكون هناك موقف حازم؟ على العكس تماما. كنا على سيق سيدي الكريم بأنه لو حاول كما قال الأخ أحمد شيخه من القاهرة بأن العدوان على سوريا مستمر منذ بداية الحرب في الشمال السوري من قبل القوات التركية، ولكن يعني بمناوشات، ولكنه حينما يريد أن يظهر هذا عن طريق الاحتلال القائم وضم الأراضي، كنا على سيق يا سيدي الكريم بأن الرد الرئيس الروسي سيكون صاعقا وصاعقا جدا للحكومة التركية. أستاذ أحمد، لابد أن نضع أيضا الموقف الأمريكي والتحالف الدولي لمحاربة الإرهاب تحت المجهر كما يقال. الآن الكل يعلم مع كل تهديد تركي هناك تحرك لخلايا تنظيم داعش الإرهابي، ودائما أي تحرك عسكري كمن يمنح القبلة لهذا التنظيم، قبلة الحياة. برأيكم هل سيكون هناك موقف حازم من هذا التحالف الدولي والولايات المتحدة الأمريكية في حال لو قامت تركيا بأي تحرك عسكري، أم لن يحدث شيء، أو سيكون هناك تشجيع للروس لإحراج تشجيع للأتراك لإحراج الروس في الملف السوري، أم ماذا أستاذ أحمد؟ طبعا مناطق على الاحتلال التركي في شمال سوريا تواجد فيها أبو بكر البغدادي وعبد الله قرداش وعلى العديد من قيادات داعش في المستوى الأول، ويعني الجيش الوطني ما يسمى الجيش الوطني السوري الذي طبعا استحدثته المخابرات التركية يضم على العديد من عناصر داعش، وحتى الهجوم على سجن حسكة كان هناك القادمون من هذه المناطق على الاحتلال التركي، وتم الهجوم على سجن حسكة. وكما ذكرت حضرتك يعني كل ما أرادت تركيا أو صرحت بأنها سوف تهاجم يزداد نشاط خلايا داعش، وطبعا علاقة العضوية بين تركيا وبين تنظيم داعش يعلمها الجميع، وهناك العديد من الملفات حول ذلك، وطبعا الرصد والمراقبة من قبل التحالف الدولي يؤكد العديد من التقارير يعني تواجد عناصر داعش في هذه المناطق. طبعا التحالف الدولي أعلن مرارا أن يعني هذه العمليات التركية سوف يعني لا سوف تجعل القوات السورية الديمقراطية والتحالف لا يركز على جهود محاربة داعش، وبالتالي سوف يؤثر على جهود محاربة داعش. لكن في المرات السابقة يعني رأينا عندما كان هناك احتلال تركي لمدينة عفرين، قالت أمريكا أن هذه المنطقة خارج إرادتها، وطبعا في مدينة طل أبيض ورأس العين طبعا رأينا كيف أن أمريكا لم تلتزم بالتزاماتها مقابل يعني التزام قوات السورية الديمقراطية وإدارة ذاتية بكل الالتزامات. وبالتالي يعني الموقف الأمريكي الآن طبعا بعد أن أتى الرئيس الأمريكي جو بايدن مختلف قليلا عن السابق، ويعني العقوبات
التي فرضها الكونغرس الأمريكي على تركيا أيام احتلال تركيا لرأس العين وطن الأبيض. يعني من الوارد أن يكون هناك يعني موقف معارض في مستويات مختلفة، ربما لن يكون بالمستوى القادر على منع تركيا، لكن بطبع سوف يكون هناك موقف تخلق عراقيل لتركيا. لكن بقناعتي أن يعني حتى لو وافقت روسيا على تدخل تركي لن يكون هناك تدخل تركي إلا عندما يكون هناك يعني موافقة من قبل أمريكا والناتو. ونحن يعني رأينا، أو لو أردنا نقرأ ما حصل في يعني اجتماع مدريد، ينبئ أن يعني من الممكن أن يتم التغاضي النظر على التدخل التركي، لكن التحدي الداخلي ممكن أن يكون كبيرا للجيش التركي، وبالتالي يعني قراءة الأتراك ليس كما كان مدينة الأبيض أو كما كان عفرين. التحديات يعني تقصد فيها التحديات في الداخل التركي، الجانب الاقتصادي الجانب السياسي، أم التحديات تقصد فيها المقاومة التي ستكون من داخل أراضي السورية في مناطق الإدارة الذاتية، أم ماذا أستاذ أحمد؟ طبعا الجانبين صحيح، لكن ما قصدته أن يعني المقاومة لن تكون للاحتلال التركي هذه المرة مثل السابق، وبالتالي يعني كان حصل هناك احتلال في مرات السابقة نتيجة لمؤامرات دولي أو سماح دولي وبعض الأخطاء في يعني القوى المحلية. بقناعتي يعني القوى أو إدارة شمال شرق سوريا هي على دراية تامة، ويعني استفادت من التجارب السابقة، وبالتالي يعني بقناعتي سوف يكون هناك تكتيكات عسكرية ويعني حتى تحالفات يعني تكون مفاجئة للتركي إن حاول يعني تجاوز الخطوط المرسومة أو تجاوز يعني الاتفاقات أو التعهدات الدولية بين روسيا وتركيا وبين أمريكا وتركيا، ويعني خصوصا يعني كل المناطق التي تود تركيا الآن وتتكلم عن احتلالها هي ضمن يعني تفاهمات دولية بين روسيا وتركيا وبين أمريكا وتركيا، ويعني هذه المناطق تتواجد فيها قوات متعددة، وبالتالي يعني هناك تحديات كثيرة سواء من حيث المقاومة الشعبية والتكاتف الشعبي والتفاف الشعب حول الإدارة الذاتية وقوى السوية الديمقراطية، علاوة على يعني الاتفاقات أو تسريب الاتفاقات الحاصلة بين الحكومة السورية وقوى السوية الديمقراطية في الدفاع عن السيادة السورية. كما يعني أنا داخل التركي أيضا يعني هناك عديد من التحديات للسلطة التركية، ويعني حالة الأزمة الاقتصادية، وبالأساس يعني السلطة التركية تحاول القفز من فوق يعني استحقاقات الداخلية ومشاكلها الداخلية إلى الخارج. ويعني أحد يعني أسباب تهديدات المتكررة خاصة في الفترة الأخيرة هو يعني عدم قدرة الجيش التركي على تحقيق ما كان يصبو إليه في شمال العراق من احتلال المناطق في شمال العراق ثم القدوم إلى انتخابات، وبالتالي يعني الحالة التركية العسكرية فشلت. طيب أستاذ أحمد، خليني أخذ بداية تعقيب منك أستاذ حمد، وأيضا نركز قليلا على الزيارة التي قام بها الرئيس الأسد إلى مدينة حلب منذ عام 2011 في ظل هذه التهديدات التركية وفي هذه الأجواء، كيف تقرأها حضرتك وكيف قرأتها تركيا؟ تفضل. يعني تعقيب على ما كان يتحدث به الأخوة الآن يعني فيما يخص يعني الموضوع التركي تحديدا قبل الانتقال إلى زيارة بشار الأسد، يعني لا زالت الأمور حقيقة لم تخرج عن الضبط الدقيق بين كل الأطراف الفاعلة على الأرض السورية، فأي تحرك تركي سيحصل في الأيام القادمة بالتأكيد هو متفق عليه من جميع الأطراف، مما في الجانب الروسي، لأن الجانب الروسي صحيح أنه يريد سوريا بالكامل حقيقة، لكنه في ظل انفتاح هذه الجبهة الكبيرة المستجدة عليه لن يغامر بمكتسباته في سوريا ويدخل في صراع مع الغرب الذي سيكون داعما لتركيا. إذا نحن نتحدث عن عملية لا زالت إلى الآن مضبوطة، وهي سيتم التحرك التركي في مناطق من بج مناطق تل رفعت
ممنوع عليه التحرك في المناطق الأخرى شرق الفرات بدليل دخول قوات نظام بشار الأسد. ودخول نظام قوات نظام بشار الأسد بالتأكيد لن تستطيع الدخول إلى المناطق في شرق الفرات بدون الموافقة الأمريكية، هذا واضح تماما. وبالتالي إذا نحن نتحدث عن عملية تركية محدودة متفق عليه بين جميع الأطراف في هذه المرحلة، نحن نتحدث عن هذه المرحلة. فيما يخص زيارة بشار الأسد إلى حلب حقيقة، يعني أنا أراها أنها ربما ضمن البروباغندا التي ينتهجها نظام بشار الأسد والذي يحاول أن يسوقها على المجتمع السوري أولا ومن ثم على المجتمع الدولي ثانيا. يريد أن يقول للسوريين أنه يسيطر سيطرة مطلقة على جميع المناطق السورية وأنه سيبدأ بمشاريع يعني تهم الحياة الخدمية للمواطنين، رغم أنه هذه المنشأة التي زارها أصبحت منشأة إيرانية خالصة ولا علاقة للمواطن السوري بها نهائيا. هذا من جهة. من جهة أخرى هو يرسل أيضا رسالة إلى المجتمع الدولي الذي ما فتئ هو وروسيا وإيران يعقدون مؤتمرات حول إعادة اللاجئين الذين هجرهم بشار الأسد وقتل ذويهم في سوريا، وأن الحياة أصبحت آمنة وأصبحت تقترب من الرفاهية في ظل سلطته، وبالتالي على المجتمع الدولي أن يتخذ قرارا بإعادة الأعمار وإعادة المشردين السوريين من بقاع الأرض المختلفة. هذا ما يريد أن يوصل بشار الأسد من خلال زيارته. دكتور عدي، هناك تصعيد روسي وحكومي سوري في إدلب وهناك استهداف لنقاط تركية، هذا الأمر يجب أن نتوقف عنده قليلا أيضا ونسلط الضوء عليه، محاولة منا لفكفكة رموز هذا القصف وهذا التصعيد في تلك المنطقة من سوريا. يا سيدي الكريم، هو إشارة واضحة كيان للنظام التركي بأنه إذا تجرأ ودخل إلى في عملية واسعة النطاق سيكون الرد قادم سواء من الفيدرالية الروسية أو من الجيش العربي السوري. وأنا هنا يعني أهيب بالإخوة في المناطق الحكم الذاتي، وكما قال ضيفك الكريم يعني لنا تجارب سابقة مع التحالف الأمريكي، ليس فقط الإخوة الأكراد في الإدارة الذاتية سواء في عفرين أو في عين أو في رأس أو في رأس العين. يعني بصراحة حينما تستشعر الولايات المتحدة الأمريكية خطورة بأن مصالحها ستضرب، هي تتخلى أولا وأخيرا عن كل من كانت تريد دعمه. وهذا ما حصل في مع نورياجا في بنما، هذا ما حصل مع 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 الفيتناميين الذين تعاملوا معها، هذا ما حصل في كل بقاع الأرض. أولا الولايات المتحدة الأمريكية تتخلى عن حلفائها قبل أن تضرب أعدائها. هنا أهيب بالإخوة في الحكم يعني في المناطق الحكم الذاتي بأنه في حال لا قدر الله تغلغل هذا الاحتلال التركي، يعني سلاحنا الوحيد هو تضامننا كسوريين سواء كنا يعني في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة السورية أو في مناطق الحكم الذاتي، أن تتضافر جهودنا لمقاومة هذا الاحتلال التركي. لا أظن يا سيدي بأن العملية ستقوم يعني بعملية واسعة النطاق. هذا الأمر يرتهن بالحرب الأوكرانية وبتصعيد التوتر ما بين تركيا والفيدرالية الروسية. حتى هذه اللحظة الأمور هي يعني شبه مسيطر عليها من قبل جميع الأطراف، ولكن حينما نرى بأن هذا المؤشر، حينما نرى بأن أردوغان قام بتنفيذ وعده، هذا يعني بأن الأمور تأزمت كثيرا ما بين الفيدرالية الروسية من طرف وما بين المنظومة الغربية كاملة، وتلك المعركة لن تقف عند حدود الشمال السوري فقط، ربما تمتد إلى أوروبا وكل أوروبا مجتمعة. أستاذ أحمد شيخو بدقيقتين، يعني هناك أسئلة كثيرة ولكن الوقت دائما يداهمنا، أريد جواب منك بدقيقتين. برأيك الحديث عن الوساطات، هناك كان حديث عن وساطة إيرانية، هناك اليوم تأكيد لرفض إيراني لأي تحرك عسكري تركي في الداخل السوري، الحديث عن الوساطة الأمريكية، هل هذا التأكيد من قبل خلوصي أكار يترجم بأن كل الوساطات فشلت أم ماذا؟
يعني يترجم أن السلطة التركية لم تحصل حتى الآن على إذن أو الضوء الأخضر اللازم لمواجهة شمال وشرق سوريا. وأيضا يظهر أن تركيا كمثل الذي صعد إلى شجرة ويريد أن ينزل ولا يعرف كيف. يعني هذه أراضي سوريا وليس لتركيا أي حق في تجاوز وفي احتلال هذه المناطق، وبالتالي يعني أمام السوريين ومختلف الأطراف سواء كانت معارضة أو النظام أو الإدارة الذاتية، يعني الجميع السوريين من حقهم الدفاع عن سيادة وطنهم وعن أراضيهم أمام هذا الاحتلال التركي الذي يتجاوز كل القوانين والحجج. وطبعا هنا أذكر أن الجامعة العربية ويعني حتى خارجية مصر والعديد من الدول العربية أكدت مرارا أن التواجد التركي في شمال سوريا أو شمال العراق غير مبرر ويعني هو تجاوز لكل القوانين، وبالتالي يعني المنظومة السورية بمختلف أطيافها هي مسؤولة، بالإضافة إلى يعني روسيا والتحالف الدولي وحتى الإيرانيين متواجدين في مدينة حلب. يعني كل الأطراف المتواجدة داخل سوريا لديهم مصالح ولديهم أطراف، لكن التواجد والاحتلال التركي مختلف عن كل المتدخلين في الشأن السوري، كون تركيا يعني تعمل على تتريك مناطق شمال سوريا وتعمل على تغيير ديموغرافيتها وبالتالي تريد ضم هذه المناطق إلى تركيا. فهنا يعني هناك واجب على كل السوريين أولا وعلى يعني استحقاق وطني يعني نعم بشأن يكون هناك يعني موقف رادع لتركيا صحيح. يعني غير أن يكون يعني تركيا في غنى عن هذا التدخل، بل على تركيا أن تنسحب من المناطق التي احتلتها. ويعني هنا نعم أستاذ أحمد يعني القوى السورية المختلفة، قوى سوريا الديمقراطية وجيش السوري وحتى مختلف أطياف المعارضة السورية، يعني من الممكن أن يكونوا قادرين إلى وقف هذا التمدد. طيب دعنا نأخذ تعقيب أخير من الأستاذ حمد. أستاذ حمد المنبر لك، تفضل. يا سيدي يعني نحن يعني في نهايات اللعبة على الأرض السورية حقيقة. أنا أرى أن هناك تغيرا فعليا سيحدث على مستوى جغرافيا وعلى مستوى السياسة وحتى على المستوى الأمني لمنطقة الشرق الأوسط ككل وليس فقط سوريا، وسوريا جزء بل هي بؤرة هذه التحولات ومنطلقها على جميع مناطق الشرق الأوسط. حقيقة نحن أمام استحقاق كبير وكبير جدا، يعني قام نظام بشار الأسد بوضع الشعب السوري أمامه من خلال أنانيته المفرطة منذ البداية، والذي لم تمكنه من الوصول إلى قواسم مشتركة مع الشعب السوري، وبالتالي يعني استدعى كل الاحتلالات إن كان برغبة منه أو إن كان بعملية ردة فعل على استدعائه لحلفاء من خارج الأرض السورية. نحن أمام خطر حقيقي لتقسيم الأرض السورية ضمن هذا الصراع الدولي الذي يجري على الأرض السورية بشكل خاص وفي الشرق الأوسط بشكل عام. دكتور عدي أنهي معك، تفضل المنبر لك. أستاذي الكريم، تقسيم الأرض السورية هي غاية تركية لأنها تريد ضمها كما قالوا. نحن كسوريين قدرنا في أرضنا أن نواجه جميع الاحتلالات منذ 6000 عام، وتتالت علينا 33 حضارة واحتلال واستعمار خارجي. كانت النتيجة حينما تكتل الشعب السوري بكل أطيافه، كانت النتيجة لا مكان للمحتل على أراضينا. هذا ما حصل للإفرنجي في منتصف القرن العشرين، هذا ما حصل للعثماني في نهاية القرن في بداية القرن العشرين، وهذا ما حصل لكل يعني القوى التي أرادت غزو سوريا وإخضاعها وتغيير جغرافيتها وتقسيمها. قوتنا في وحدتنا، المسألة ليست مسألة رجل يعتلي السلطة، ليست مسألة الرئيس بشار الأسد أو غير الرئيس بشار الأسد. المسألة نحن في سوريا بوابة الشرق للغرب وبوابة الغرب للشرق، ومصالحنا تتجه شرقا. هذا ما كانت تقوله كاترينا الثانية في منتصف القرن 18 حينما قالت بأن سوريا هي بوابة روسيا للعالم، وما زالت تلك المعادلة قائمة. دكتور وما زالت
وآمل أن يتضامن الشعب السوري بكل أطيافه معارضة وموالاة عربا أكرادا أشوريين كلدانا أرمن بمواجهة هذا الاحتلال لا قدر الله إن قام وتدخل بصورة أكبر. من بيسا الإيطالية دكتور عدي رمضان باحث ومحلل سياسي، شكرا جزيلا لك على كل هذا الكلام القيم، وشكر لك ضيفي من لندن أستاذ حمد شهاب الطلاع محلل سياسي على تلبية الدعوة لكل إضاءات، وشكر لك ضيفي من القاهرة أستاذ أحمد شيخ وكاتب وباحث سياسي على كل إضاءات التي نرت بها حلقة الليلة، وشكر العظم لكم مشاهدينا، دمتم بخير، إلى اللقاء.